افعل ما شئت عمي سيسامي في 5 دقائق. تفضل سيدي. يا سائلني نعيد لكم تا تقرا، احنا مقبلين على اول نوفمبر. يا سائلني نعيد لكم تا تقرا تاريخ الجهاد مشاو زماني. في اول نوفمبر شعلت الثوره وجب الجهاد راهو ناداني. يا نايم يكفيك قوم مع البكره وصلت للاذان ايه قراني. وطنك العزيز يزنو يبعر تشبيه الأجراح ضرو دخلاني. حديث الرسول نبني على القرآن صلى الله عليه وسلم. مقياس الإيمان حب الأوطان. هذه مادة قرون وإحنا سكارى. نمشي في الظلام مشي العمياني. وأصبحنا ضعاف ما لنا قدرة. واللي كان شريف الحضراني. جيبان ومكار جانا من برا يتحكم في رقاب ضد الاوطاني. واصبح سيد الناس يزعم بالقدره يسلب في الحقوق مالو حقاني. واللي كان شريف رجع مسخره يعبث به طرانجي ود النصراني. ذوقهم العذاب كيسان المره ونكر بهم نعيم مكره شيطاني. يكفينا من الذل والذل معرة وإحنا ناس أشراف عرب قحطاني. لغة الكتاب خلفتها هدرة واندغلت بسموم لغة نصراني. أشراف البلاد وشيوخ الدشرة حفاظين القرآن وأهل الجهاد. علماء في الدين تنسخ الهدرة يتلوها بيان ما له ثاني. خليني نبكي ونسيد دموعي عبرة. راني الإسلام دين الرحمن. مساجد الله رجعت كويرة لسهل البغال لدى القرآن. جمع كتشاوى تاريخ عبرة وضحى للناقوس لدى الأذان. يا ماسيو يكفيك من زخ الهدرة وانت شيخ كبير عقلك صبياني. اتفكر مو قورنو يا مسخره راسك راهو شاب يوم الطيحاني. يا ماسيو يكفيك من زخ الهدرة وانت شيخ كبير عقلك صبياني. اتفكر موقورنو يا مسخرة رأسك راهو شاب يوم الطيعاني. خرجوا ليك ابطال خفة واشطرة وكوكب النار كي يجاني. ان هي قوتك يا غدارة جيشك راح اشطار في ذي الويداني. وعلى الهند الصين اخذنا عبرة وعرفنا كيفاش قهر العدياني. يرحم المجاهدين البرارة والناس اللي كافحوا على الأوطان. ذريت الرسول وعليه حيدارة صلى الله عليه وسلم. ولاد العربان قاع ما فيهم تالي. نشكرهم عبان خفا وشطارة يهجموا البلاندي والطائرة وكوري زق دم رحلو شتواني. طائرة تطيح كي الورقة من الشجرة تقضي بالنيران فوق الترباني. 9 طائرات زيد المنشارة. هذا راي الانجليز والامريكاني. 960 جنود البراء جملة مقتولين والجرحى ثاني. تحصد فيهم لامجي والبرين والفندكات والافامبار والحشاري والماس والماط وضرب القرى مثل حصاد الشعير والخرطاني. خلاوهم طرحان في خناتير الغابة باش تعوشر عليهم في آبت ولاد سناني. واكتب يا تاريخ سجل القرى. واكتب يا تاريخ سجل القرى وهذا فن جديد في حرب شباني. واحمد السعيد سرح في النشرة هذا قول صحيح رعيت عياني. من زمور الزين حتى للصحراء
في خطف ريت قاع شعلة نيراني خراطة وسطيف خراطة وسطيف فيها متزارم 45,000 ماتت عيناني فيهم شيوخ وناس الكبران أيتام وشبان حتى نسواني لا تنساو فعال بيقول العراق بيقول الغدار خبيث وجاني واحتصم بالله واشعلها فورا نصر الله قريب نجمو طياني شمس الحق ضوات في ذيك المرة وإعلام الجهاد رفرف عيناني يا ويح المحروم من هذا الثورة واللي خان وطنه وظالم حقاني واللي مات شهيد ما راح خسارة في جنة رضوان في جنة رضوان عند الرحمن واللي مات شهيد ما راح خسارة في جنة رضوان عند الرحمن والسلام عليكم. تذكر يا ولد عبد اللسان الشاعر المجاهد كنت في الكلية يوم انتقدت مقرنه منطقة